تونسي بحت. ما لا يمكن أن يقاس عليه أو تقاس عليه جملة الأنظمة التحكيمية الموجودة. ويظهر لي باش ننجحوا معناها لفهم الآلية هذيا، وباش نمر الكلمة لسي لحمد ولا لسي خالد كان يحبوا يجاوبوا معناها بصورة مباشرة، هو أنه يلزم نظرة ليه من منظور خاص، من منظور شعب يحب يتصالح، يحب يوجد الآليات الفعالة للوصول إلى المصالحة في أقرب وقت ممكن. شكرا سي لطفي، شكرا لكافة المتدخلين. شوف، احنا عندنا قاعدة قانونية كرجال قانون، انه القانون الجاري به العمل هو المنافذ، والقانون بمجرد نشره بالرائد الرسمي يصبح نافذ. قانون العدالة الانتقالية هو امر واقع، من غير ما نرجع للتاريخ والتجاذبات ومن صوت معه ومضمونه ومن صوت ضد. واصبح من الماضي، كل هذه التجاذبات اصبحت من الماضي، والماضي هو الشيء الوحيد الجامد في حياة الإنسان إذا وقع انفلت من إمكانية التغيير. عندنا قانون، قانون هذا جاء بمؤسسة اسمها مؤسسة التحكيم والمصالحة كآلية من آلية العدالة الانتقالية. فيه بعض الغموض وبعض الثغرات، نعم، لذلك تدخل المشرع في أول 2014 وأصدر القانون الأساسي عدد 17 المؤرخ 14 جوان 2014 المتعلق 14 أوت 2014 المتعلق بتنقيح الفصل 42 من قانون العدالة الانتقالية. في غموض وثغرات، نعم، لذا تدخلت الهيئة وأصدرت نظامها الداخلي وأصدرت دليل إجراءاتها وأصدرت أدلة إجراءات اللجان وحاولت فيه سد بعض الثغرات. هو منشور على المواقع ومنشور في الكراس، هذا علاقة بالنظام الداخلي وبالنصوص القانونية المتعلقة بالعدالة الانتقالية. طبعا مع احترام هذه النصوص الأخرى الثانوية، مع احترام القانون الأساسي للعدالة الانتقالية. وهذا القانون والمسار العدالة الانتقالية يعني هو استثنائي، وحتى ما قواعد قانونية كبرى، حتى ما مبادئ قانونية جزائية عظمى، من كان يتصور طالب في الحقوق سنة أولى ويقول له سوف يأتي يوم من الأيام قانون لا يعترف بمبدأ اتصال القضاء، يقول أنت تخرف يعني أنت تحلم، ثم قانون يجي ما يعترف بمبدأ اتصال القضاء. هي نعم هذه القوانين الاستثنائية اللي مرتبطة بالتحولات الثورية تأتي دائما، ما يسمى في فرنسا في فقه القضاء جوريس بريدونس دو لا غير، فقه قضاء الحرب، قوانين الحرب تأتي دائما. هذا مع في علاقة بال ثم فقه قضاء مستقر في محكمة التحكيم الفرنسية مع حكومة فيشي، خرج حكومة فيشي صدر قوانين وقرارات تتماشى مع طبيعة المرحلة. البعض لم يقبل هذه القوانين لاعتبارات سياسية ولاعتبارات شخصية، هذا شأنه هو. هذا قانون جاب مؤسسة عمومية اسمها هيئة حقيقة وكرامة، جاب فيها استثناءات، جاب فيها خصوصيات تطبق. الآن مر عامين على هذا القانون، طيب نصبر عامين اخرين فباس، لانه هو فصل 48 نقطه 9 يقول منظومه العداله الانتقاليه تحترم من طرف الدوله ولا تجابه مبادئ الجزائيه. وورد هذا الفصل بباب الاحكام الانتقاليه، لانه بعد 5 سنوات هذا الفصل لن ينطبق، مش تنحى من الدستور الاحكام الانتقاليه، وباب الاخير باب الاحكام الانتقاليه. اما اذا كان هذه الاليه اللي جت المصلحه العامه، ذكرته زميلتي الاستاذه علاء، لانه وقعنا في مأزق. هذا المأزق هو مرتبط بأنه هناك تعاطل للاستثمار وتعاطل للعدالة، مرفق العدالة ما لفت في 5 سنوات بالقضاء لم تحل. جاء هذه الآلية كحل ودي تصالحي ولم نأتي به جديد. عيب واحد جاء بآلية التحكيم كظل ناجع، آلية التحكيم مصر العدالة يقولوا لا ناجع على سيدي سميها ما شاء. ويوجد في القانون ما يسمى بالمؤسسات هذه بين الفري ليست الشاذة، لكن ذات طبيعة خاصة، سوي جينيريس، مؤسسة ذات طبيعة خاصة. التحكيم في مسألة العدالة الانتقالية سوي جينيريس، مؤسسة ذات طبيعة خاصة عندها خصوصياتها تتعلق بالمرحلة، تتعلق بالملفات التي تنظر فيها، تتعلق ب... لا إضافة إلى ذلك الصلح، ألا يجوز الصلح في القتل وفي التعذيب يجي الضحية بيسقط حقه الدية؟ شو شيء جديد يعني نقول انا تحكيم في القتل والتعذيب والاغتصاب و و و بامكان الضحيه من ضحايا هذه الجرائم في المحكمه تسقط حقها،
والقاضي يتبعه، لكن هذا يكون عنده تأثير على تقدير العقوبة، مثل ما أنه كي يوقع الصلح في انتهاك حقوق الإنسان يتعدى الدوائر القضائية المتخصصة، لكن القاضي هو اللي يقدر العقوبة تكون أقل. بالتالي ليس لم نأتي بما جاب في الأول، ونحن جبنا ثورة وجبنا عدالة انتقالية، والتجربة الوحيدة الناجحة في البلدان التي شهدت الثورات هي تجربة تونسية لحد الآن، هي الوحيدة. هناك بعض الصعوبات وهي مستمدة من حداثة هذا المفهوم، هو أصل مفهوم التحكيم بيده حديث 93 يعتبر حديث، المجلة 93 يعتبر حديث، فما بالك بالتحكيم مسار عدالة انتقالية هو مسار حديث واستثنائي، والتحكيم ونفسه بيده استثناء داخل استثناء. فهذه صعوبة احنا وصلنا من الأولى لما دخلت قلت كيفية التوفيق ما بين التحكيم في المبادئ العامة والأهداف التي يرجم لها واللي مربوطة دائما بالمصارعة، لأنه نادرا أنه المشرع يستعمل التحكيم فقط، فهو دائما يستعمل التحكيم الدائم. فالعملية تقوم على الاستثناء وعلى النجاعة وعلى التسريع. في النجاعة والتسريع في دليل إجراءات لجنة التحكيم والمصارحة هب أنه قدمت ملفات تحكيم ومصالحة قبل 15 أجوان، واتفقوا بعد 20 يوم السبعين المكلف العام بإنزاعة الدولة في 20 أجوية. جاء المكلف العام وافق على المبدأ في ذلك 3 شهور يحلوا الملف، إذا كان ما تبقوش وما احنا ندخل نصدر القرار يتحال على المحكمة السينافية في نهاية ديسمبر تحل الملفات. يعني هذا القول أنه سبطية، لا سبطية في ذلك الإجراء ما يجبش يتجاوزوا الأجل اللي مش يحلوا فيه الإشكال بيناتهم 3 أشهر. هذا هو التسريع. أكثر شيء هذا الهيئة حطته في دليل إجراءاتها تاع لجنة التحكيم، وين البطء؟ وين نحن خايفين نقول مش تعدى الوقت وما الفات ما حلوهاش؟ لو كان ثم إرادة، توفرت الإرادة للدولة للمطلوب للتحكيم واللي طلبنا به، الهيئة طلبت به من أوت 2015 لما صدر المشروع، كنا مرهونة ببساطة في موافقة الدولة. لو توافق الدولة على طلب التحكيم والمساعدة فنقول ليش كنت تحل في غضون أشهر؟ في غضون أشهر قلنا تحل في مارس 2016، الإرادة كانت غائبة لأنه الاعتبارات سياسية، وجدت الإرادة في ماي. علاش قلنا حدث وضخمنا معاه؟ يعني نعم هو حدث تاريخي ومن حقنا ضخم، من حقنا تواسنا يفرحوا، لأن وجدت الإرادة للدولة باش تعمل صلح مع من ارتكب انتهاك، باش تعمل صلح طبقا لمعايير العدالة الانتقالية، ليس طبقا لقفز على معايير العدالة الانتقالية وتمر مباشرة إلى المصالحة. تعمل الدولة وافقت باش تعمل صلح مع مرتكب الانتهاك مع احترام آلية العدالة الانتقالية في البحث والتقصي وجبر الضرر والمساءلة والمحاسبة وإصلاح المؤسسات، وليس تحت الطاولة أو أنه يتم مباشرة إلى العفو وكيف. لأنه هذا هو حدث تاريخ، وهذا علاش ضخمنا فيه بموافقة تبع الأطراف، ومن حق التوانسة يفرحوا أنه أول ملف توفر فيه الشروط القانونية، يبادر إنسان مرتكب الانتهاك الفساد مالي ويعترف ويقر ويطلب الاعتذار ويعترف بالهيئة كآلية من آليات العدالة الانتقالية، ما مشاش يستعمل أساليب أخرى كما البعض. ها عندنا هيئة دستورية عمومية يجي أنه هو يحب يعمل الصلح طبق آليات العدالة الانتقالية، ويفتخر كذلك التونسي لأنه الدولة وهي وافقت على باش تعمل الصلح مع هؤلاء اللي كان تعامل. مش الهيئة مسؤول عليها، لو قعدت احنا طرف احنا شو ندعو؟ احنا ما عطلناش، لما سمعنا كلام قبل كان احنا مسؤولين على طبقة الأوزون، هاك ما عطلتوا الاستثمار وهاك الناس في الحبس الواعد وبطاقات تحرير سفر وبطاقات تجميد أموال، يا ولادي هذيك راهو احنا خاطيين، راهو احنا باش نعملوا، راهو باش نعملوا واعد، هاو الدولة هي المسؤولية ما تحبش. كان رافضة الآن توفرت الإرادة. إضافة إلى ذلك في تأويل الفصل 48 من قانون العدالة الانتقالية، ونحن احنا على تشجيع هذه الآلية. فصل 48 ايش يقول لكم؟ يعتبر القيام أمام لجنة التحكيم والمصالحة قاطعا لأجال التقادم، وليوقف نظر الهيئات القضائية في الملف، وللقاضي أن يتخذ الإجراءات من شأنها عدم الإفلات من العقاب. هذا فصل 48 وهذه اتبعناها، يعتبر القيام. يعني بمجرد اتفاق المبدئي تحيل الهيئة طلب إلى قاضي متعهد بالملف لتمكينها من نسخة من ملفات موضوع التحكيم، وطلب تفعيل مقتضيات الفصل 48 وإيقاف التتبعات القضائية، إيقافها وهنا يطلع إشكال قانوني ونقاش قانوني واللي يلزمنا نلقوا فيه قانون حتى مع السادة القضاة في الكتب القضائي المالي قاعدين نتناقشوا بهذا، هل أن إيقاف التتبعات وإيقاف النظر وتعليق النظر في القضايا يعني مباشرة
ايقاف مفعول بطاقات القضائيه وايقاف التدابير الاحترازيه ام لا. هذا في نقاش، وهو يخضع للسلطه التقديريه القاضي، الهيئه تراسل القاضي المتعهد بالملف، وللقاضي حريه اتخاذ القرار بما يراه من اجل ضمان عدم الافلات من العقاب. هذه يعني اشكاليات بسيطه، راهي اشكاليات بسيطه تحل بالحوار وبالنقاش وتحل بالهدف. لا باش نكتب حاجه من بعض الاشكاليات اللي حاولنا حلها احنا في امر مشروع امر صلح تنظيم وجود الدوله في ملفات التحكيم والمصالحه، من ضمن اللي ذكرهم سي موجي بعض الشغلات معاه. هذه الكل قدمناها في مشروع امر السيد رئيس الحكومه منذ ماي 2015. منذ ماي 2015. فيها حتى حل للغموض بالفصل 48، وحطينا بالفصل التاسع من مشروع الامر انه بوضوح انه بمجرد ابرام الطرفين لاتفاق مبادئ على الصلح وعلى التحكيم يوقف نظر الهيئات القضائيه ويرفع مفعول بطاقات القضائيه. حطيناه في مشروع الامر. منذ ماي الى الان ما زلنا ننتظر انفلاج الفجر. شكرا لك. بالنسبه للنقطه المتعلقه بالمساعده، الفصل 8 احكى على انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام. والاملاك التي تمت مصادرتها تمت على اساس وقوع اعمال فساد مالي، واذا كانت عباره القانون مطلقه تجري على اطلاق. لذلك كل الانتهاكات الفساد المالي والتي ترتب عليها المصادره فانها تدخل في صلاحيات هيئه الحقيقه والكرامه، بل ابعد من ذلك، تدخل حتى بعض الانتهاكات الاخرى التي هي من قبيل التهرب الضريبي لاموال المنهوبه، لاموال المهربه، العديد التي تدخل والتي هي ارتكبت كخرق للقانون وكخرق للوحده. نقطة أخيرة في علاقة تراجع في ما ملكته الدولة من هذوما يخضعوا التفاوض بيناتهم، يخضعوا الطرفين. تخضعوا الطرفين. هو هي ملكتهم بمقتضى قرارات مصادرة ولا بمقتضى القانون. بمقتضى القانون. الهيئة لا تعترف بأحكام قضائية وليس بمقتضى القانون، تبخل لعدم الاعتراف بمبدأ صلاح القضاء وتبخل الفصل 148 نقطة 9، هي لا تعترف أصلا بمبادئ قضائية كبرى، فمن أمكنه الأكثر أمكنه الأقل. تم اعترفت هو قرار مصادرة، مرسوم مصادرة، والقانون يقول تبخل فصل 5 مجلة جنائية لا تتم المصادرة إلا بمقتضى حكم. أعمال المصادرة اللي تمت كلها باطلة لأنها تمت بمقتضى مرسوم التشريع. شكرا جزيلا. الكلمة الأخيرة